اهلا بيكم. احنا في هذه الفيديوهات، احنا الهدف من هذه الفيديوهات هو ان احنا نوصل معلومة طبية مبسطة لمعرفة الموضوع اللي احنا ممكن ما نلحقش فعلا نقوله واحنا شغالين في العيادة، لكن لا يغني هذه المعلومات او هذه الفيديوهات لا تغني اطلاقا عن ان حضرتك تتواصل مع طبيبك، وهو ده الممارسة الطبية، هي عن طريق ان المريض يتواصل مع دكتوره ويعني يسأل اكتر ويحصل على معلومات اكتر منه ويتعالج تحت ايد الدكتور بتاعه، وليس ان الفيديوهات دي تغني عن اي كشف مع دكتور او ان هي بنقدر نتابع عليها او الكلام ده. دي نمرة واحد. النقطة التانية ان المعلومات الطبية اللي احنا بنقولها مش نهائية، بمعنى ان احنا كل فترة بيحصل تحديث في الطب وتحديث في الاجهزة وتحديث في اجهزة التشخيص والعلاج وطرق العلاج. احنا لو كان جالنا مريض بيعاني من قرنية مخروطية من فترة من الزمن، من سنوات مثلا، من 5 6 سنين، ممكن نقول له والله احنا ما قدمناش غير الحل الفلاني. لا، دلوقتي احنا بنقول له لا والله ده في حل ثبت علميا على مستوى العالم، على مستوى حالات، عدد من الحالات كبير، ان في علاج بطريقه معينه بيجيب نتيجه احسن واكتر. فبالتالي ان في تحديث مستمر هيبقى في هذه المعلومات. وبشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.